ملا فاضل الآن نحكي كرادود، الله رزقك موهبتين الحمد لله، الكتابة والصوت الجميل، نحمد الله. فعندكم أحد يعني بالعائلة عنده كتابة عنده صوت؟ والدتي خادمة أهل البيت ملاي، وأخويا الأصغر من يم الشاعر ما شاء الله محمد، وحسين أخويا رادود. ما شاء الله، العائلة كلها حسينية متأثرة الحمد بالإمام. لله. وأكيد الفضل الله، يعني والدي رجل دين ومتعلم، وهذا هو دلانا على هذا الطريق حلو، الحمد لله. فأحسن الوالد على هاي التربية. نقدم له أكيد تحية طبعا، عم أبو فاضل الكناني إنسان الله راقي، يسلم، كلش راقي، حسيني باب مخلص. يلا حمود، حلو حلو الله إنه يسلم. يقدم هيك يعني ابن ومتأثر. طلع ورود، تمام الحسيني بعد بالضبط. قلب، الله الآن لو يسلم. بعد قليل تمام، نسمع الآن قصيدة من حضرتك. خادم يعني آه. رادود لو شاعر. أي رادود. قلبك انت بيت الله، وسبه محتريك قلبك، ما نصبه فاتحتك، بس منصوب يم ربك، براسي تشادري رايه، الملائك كلها مشايه، على المنبر رسول الله، والزهراء ملاية، بس قلبك على عيالي، الله وعينك على الأرض دمك، تعاين زينبي بحيره، تلمي شباق بهدومك، تعاين زينب بحيره، تلمي شباق بهدومك، حسينا يا ابو قلب الكبير ايش كبر صبرك، حسينا الله الوريد عاقول لو ما بيه الله عطرك، حسينا يا ابو قلب الكبير ايش كبر صبرك، الله حسينا الوريد عاقول لو ما بحطرك الله حبيبي. الله على هذا بعد قلبك الصوت، في دوره هذه كتابتك؟ ايه،